المؤتمر الحالي اللي هو المؤتمر رقم 11 للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، كان عقد المغرب، وهو مؤتمر كيعرف مشاركة تقريبا غالبية المصالح العمومية للتشغيل بالعالم في إطار الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، اللي هي جمعية البارح كانت السنة 30 على إنشائها، واللي تم الاحتفال بها بالمناسبة بالمغرب. هي جمعية اللي الأهداف ديالها هي تقاسم التجارب الناجحة فيما يخص دعم الإدماج المهني، فيما يخص التشغيل بجميع أنواعه، التشغيل مأجور أو التشغيل ذاتي، وكذلك مناقشات السياسات الحكومية والبرامج الإرادية للتشغيل. الأهمية ديال الانعقاد ديال هذا المؤتمر المغرب، أولا من خارج أوروبا، كندا وكوريا الجنوبية، المغرب هو الدولة الوحيدة من خارج الإطار اللي كينظم المؤتمر، كينظمو المرة الثانية من بعد سنة 2003. هذه كتبقى شرف للدولة ديالنا اللي كتحضر هذا الامتياز. النقطة الثانية اللي مهمة في هذا المؤتمر، عبر الجمعية العامة اللي انعقدت البارح، هو انتخاب المغرب كرئيس للجمعية العالمية لمصالح العمومية للتشغيل، وكيبقى أول دولة من خارج كندا وأوروبا اللي كيتم الانتخاب ديالها، من طرف الجمعية العامة كرئيس لهذه الفضاء اللي كما سبق لي وأشرت هو فضاء مهم، اللي فيه 85 دولة اللي كانت من القارات الخمس كلهم، واللي كيبقى واحد الفضاء اللي كيتناقشوا فيه وكيتم فيه تقاسم كل ما هو حديث في ميدان التشغيل، لا السياسات، لا البرامج، لا الطرق، لا الوسائط، لا القنوات، ده كل ما هو مهم بالنسبة للشعب.